مساء الخير. هذه هي الصور الأولى للضربة التي قامت بها قواتنا الجوية، ضربة مركزة داخل العمق الليبي لتمركزات وتنظيمات ومعسكرات إرهابية كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية ضخمة داخل الأراضي المصرية. القوات المسلحة المصرية أعلنت أنه قد تم تنفيذ 6 طلعات جوية استهدفت 6 معسكرات لتجمعات إرهابية تستهدف عمليات تخريبية داخل مصر. الاجتماع الأمني اللي عقده السيد الرئيس السيسي في أعقاب حادث المنيا كان اجتماع لإدارة الضربة اللي كان صدر بها الأمر بالفعل، والرئيس في هذا الاجتماع كان يدير الضربة الجوية التي قامت بها قواتنا الجوية. تم تحديد الأهداف عن طريق الأجهزة المخابراتية، وكانت الضربات متتالية متوازية في نفس الوقت في العمق الليبي لتدمير مركز شورى مجاهدي ليبيا بالقرب من مدينة درنة، مما أدى لتدمير عدة مواقع للتنظيم ومقتل عدد من عناصره. مين هو مجلس شورى مجاهدي درنة؟ هو تحالف لميليشيات إسلامية متطرفة مسلحة، منها من هو على علاقة بالقاعدة والعائدون من سوريا بأفكار متشددة، أسس في ديسمبر 2014. أبرز ميليشياته أنصار الشريعة والمصنفة على لائحة الإرهاب من قبل مجلس الأمن، ميليشيا جيش الإسلام، وميليشيات أخرى هي مناهضة للواء خليفة حفتر. هذا هو القصف الثاني، قصف المصري الثاني داخل العمق الليبي. القصف الأول إذا تذكرنا كان في فبراير 2015 ردا على قتل داعش ل 21 مصري قبطي. مصر لا تعتدي على أحد، لكننا كما قال الرئيس اليوم لن نتردد في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان. نحن لا نتآمر على أحد، لا نعمل في الخفاء، لكن من يقترب منا سنتصدى له كما ينبغي داخل وخارج مصر. لكن قبل ما نسمع كلمة الرئيس، وطبعا انتوا بتشوفوا الصور الأولى اللي طلعتها القوات الجوية المصرية، وربما تكون هناك صور أخرى بعد ذلك. بالفعل المواقع الليبية أكدت منذ قليل وقوع هذه الضربة وتحدثت عن ضربة جوية لبعض المواقع الليبية. قبل ما نسمع كلمة الرئيس خلونا نبص على الأمور كده بشكل مختلف. طبعا النهارده كان في الحادث الارهابي اللي راح ضحيته حتى هذه اللحظه 28 من المصريين الاقباط، وهم رايحين دير الانبا صموئيل في المنيا. داعش كما نعرف جميعا هي اداه في يد انظمه واجهزه تخابر تنفذ مخطط واضح. وتابعوا الاحداث، كلمه الرئيس السيسي في القمه اللي بيوجه فيها كلام واضح جدا للدول التي توفر ملاذات آمنة للإرهاب، للدول التي تمول الإرهاب، للدول الداعمة للإرهاب. الخطاب تم اعتماده من مجلس الأمن كوثيقة رسمية، الرئيس يوجه كلامه لكل الدول، كلام أزعج دول كثيرة جدا. ثم اتهام رئيس السودان لمصر بدعم متمردي دارفور، وهو ما نفته مصر وما نفاه الرئيس، وقال نحن لا نتآمر على أحد. أنباء عن سلاح تركي للجيش السوداني، تصريحات منسوبة لأمير قطر عن يعني التحريض المصري، عن دعم الإخوان، عن إيران وغيره. ثم الحادث الإرهابي. الخط يجب أن يمد على استقامته. الأمور ما بتتشافش يعني مفككة، الأمور يجب أن يعني إن إحنا لما نشوفها نبص عليها نظرة واحدة. مصر تخوض حربا ضد الإرهاب بالنيابة عن كافة العالم، وده الكلام اللي قاله الرئيس النهاردة، وقال إن إحنا وجهنا ضربة قوية جدا لهذه المعسكرات التي تدرب فيها الإرهابيين، وقال أيضا إن مصر لن تتردد في ضرب معسكرات الإرهابيين في الداخل أو الخارج. واتكلم عن 1000 عربية دفع رباعي دخلت مصر في الفترة الأخيرة، في خلال 3 أشهر
300 عربية دفع رباعي تم تدميرها، 1000 عربية دفع رباعي تم تدميرها جاية من الحدود الغربية. رئيس أيضا قال: كنا نعلم أن هناك شر كبير سيأتي لمصر بعد سقوط النظام الليبي، لكننا لا نعتدي على أحد، مصر لا تعتدي على أحد، لكن إذا ما تم الاعتداء عليها وعلى أبنائها فهي لن تتردد على الإطلاق في أن تقوم بضرب هذه الأهداف سواء داخل الحدود المصرية أو خارج الحدود المصرية. رئيس أيضا وجه كلامه للرئيس ترامب وقال: أنا أثق فيك يا سيدي الرئيس، وأثق على نيت وأثق في نيتك على مواجهة الإرهاب في العالم، ولابد أن نرى تحركات حقيقية لمواجهة هذا الإرهاب. ورجع تاني قال أن الدول التي تدعم الإرهاب وتموله وتوفر له ملاذات آمنة يجب أن تعاقب بدون مصالحة بدون مجاملة، هذه الدول يجب أن تعاقب. النهاردة رد الفعل كان سريع وقوي وحاسم، لأن ولادنا مش هيموتوا ومش هيسال الدم كل شوية دون رد ودون رد. ومرة أخرى، مصر لا تعتدي على أحد، هذه الضربة ليست فقط موجهة لأقباط مصر أو للمصريين من الأقباط، هذه الضربة كانت موجهة لتماسك الشعب المصري، هذه الضربة موجهة لوحدة الشعب المصري، لوحدة الكيان المصري والدولة المصرية. فهل سنجعلهم ينجحون؟ صحيح عندنا شهداء، وصحيح عندنا وجع، وصحيح بنبكي، وصحيح جوانا غضب، صحيح جوانا غضب، لكن هل هنخلي الغضب ده يولع فينا؟ ولا هنقدر نقف شعب واحد، دولة واحدة، قوة واحدة أمام كل القوى التي أرادت أن نتحول لدولة راديكالية؟ إحنا اللي رفضنا إن إحنا نكون وطن للإخوان، إحنا اللي رفضنا إن إحنا نكون وطن للإرهاب، إحنا اللي رفضنا إن إحنا نكون وطن للتطرف، وهنفضل نرفض، وهنبقى دايما نبراز في العالم كله اننا رفضنا. سوريا وقعت، العراق وقعت، ليبيا وقعت، لكن احنا لا. ليه؟ لان عندنا شعب واعي، وعندنا جيش قوي، وعندنا اراده واداره، وعندنا اداره سياسيه فاهمه بيحصل ايه، وعندها قدره انها تفهم بيحصل ايه. هل احنا اللي بيحصل ده هيهزنا؟ هيزعلنا ويوجعنا، لكن مش ممكن يهزنا. ممكن وانا بقول الكلام ده تقولوا: ما انت قلتي الكلام ده كتير، ده حقيقي، وهقوله تاني وتالت ورابع وعاشر، لان ده المخطط واحنا شايفينه، ولما نبقى شايفينه نبقى قادرين نتحرك. كلام الامير القطري الامير الصغير لم يكن كلاما كده اتقال على عواهنه، كان كلام هو عارفه ودرسه، رفع عنه غطاء السمسرة، رفع عنه غطاء الوكالة للإرهاب في المنطقة، وادينا بنشوف الرد، محاولة لتفكيك الشعب المصري ومحاولة لضربنا في مقتل. الرئيس كمان ناشد القوات الأمنية، وأظن أن هيكون في تحرك على الجانب الأمني، لكن هذه الضربة الجوية التي أصابت العمق الليبي هي ضربة مهمة جدا، ورد قوي ورد قوي ورادع وسريع لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على مصر. نسمع كلمة الرئيس. أتقدم بالتعازي لكل الشعب المصري ولكل المصريين على الشهداء اللي سقطوا النهاردة من أهل مصر ومن أبناء مصر. اسمحوا لي ان انا اقول لكل المصريين من فضلكم، ارجو ان انتم تنتبهوا لكل كلمه هقولها لكم دلوقتي. شوفوا، الهدف كله من اللي بيتعمل ده هو اسقاط الدوله المصريه، وهم في استراتيجيتهم اللي هم شغالين بيها عارفين كويس قوي ان تماسك الدولة، تماسك المصريين لابد من كسره. وأنا مش هقول كلام
جديد عليكم، لكن أنا بكرره وبأكده عليكم. شوفوا على المواقع استراتيجية داعش في مواجهة مصر. شغالين على إيه؟ شغالين على إزاي يعملوا فتنة بين المصريين، بين المسلمين وبين المسيحيين. إزاي يقولوا للمسيحيين في مصر إن أنتم الدولة المصرية لا تقوم بحمايتكم بالشكل الكافي، إن أنتم مش آمنين في مصر. دي الرسالة اللي هم شغالين بيها دلوقتي وخلال الشهور اللي فاتت في كنيسة البطرسية وكنيسة طنطا وكنيسة اسكندرية. هو ده الرسالة، والنهاردة العمل اللي بتعمل ده هو الهدف منه كده. الهدف منه أن يقول للمصريين لا لا، التماسك اللي بينكم ده بين الشعب المصري كله بمسلمين ومسيحيين لازم يتكسر. هو ده الهدف اللي بيتعمل. من كام شهر، من 5 شهور أو 6، أنا قلت الأجهزة خلي بالكم مهمتهم في سوريا خلصت، هم دمروا سوريا خلاص. وأول ما المقاتلين ابتدوا يخرجوا من حلب، والكلام ده من 5 شهور أو أكتر، قلت لهم خلي بالكم المقاتلين دول في جزء منهم حيجلنا، انتبهوا لهم، وهيتحركوا في اتجاه سيناء وفي اتجاه المنطقة الغربية بالحدود المشتركة بيننا وبين ليبيا. أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ أنتوا يمكن تكونوا بتسمعوا الكلام ده بشكل أو بآخر من خلال الإعلام أو من خلال أحاديثنا، لكن النهاردة إحنا عايزين ننتبه ليه قوي قوي قوي، نخلي بالنا قوي من الكلام اللي إحنا بنقوله ده. إحنا خلال بعد سقوط النظام في ليبيا إحنا كنا منتبهين وعارفين إن هيجيلنا من هناك شر كبير، وقواتنا كانت موجودة على امتداد الحدود وفي مناطق زي ما قلت مرة قبل كده حتى أثناء وجود الحكم السابق في مصر أو النظام السابق في مصر، رحنا هناك وبقينا موجودين. احنا خلال السنتين الأخرانيين فقط حجم العربيات اللي تم تدميرها بالدفع الرباعي اللي عبرت الحدود لينا هنا في مصر تقرب من 1000 عربية. خلال الثلاث شهور اللي فاتوا احنا مدمرين تقريبا 300 عربية. ده كل ده كان جاي وجاي يستهدف المصريين ويستهدف أمننا. في جهد كبير جدا بيتعمل لحماية شعبنا وحماية أرضنا، وده اللي انت شفته النهاردة مش هيعدي كده. المعسكرات اللي خرجت منها واللي بيتم التدريب فيها للعناصر ديت، وانا بكلمكم دلوقتي تم توجيه ضربة ليها جامدة جدا. وبالمناسبة مصر لن تتردد أبدا في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان في أي مكان. وأنا بقول الكلام دوت عشان إحنا في مصر لا بنتآمر على حد ولا بنعمل في الخفاء، إحنا بنعمل بوضوح لأن إحنا بنحافظ على شعبنا وبنحافظ على الأمن القومي المصري، واللي هيقرب من أمننا إحنا هنتصدى ليه كما ينبغي. بقول تاني، أي معسكرات هيتم التدريب فيها لتوجيه ضربات لينا في مصر إحنا هنقوم بضربها داخل مصر طبعا وخارج مصر. وأرجو أن الرسالة دي تبقى واضحة للجميع، نحن لن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله. وبقول للمجتمع الدولي مرة تانية احنا اتكلمنا في استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف في العالم وأطلقناها في مؤتمر القمة العربي الإسلامي الأمريكي. الكلام اللي احنا بنقوله ده لو اجتمعنا عليه وتحركنا فيه كمجتمع دولي هنقدر نصمد ونقدر نهزم أهل الشر. الدول اللي بتدعم الإرهاب وبتقدم له المال والسلاح والتدريب يجب أن تعاقب
يجب أن تعاقب ولا مجاملة ولا مصالحة معهم. أنا بوجه ندائي للرئيس الأمريكي الرئيس ترامب، بقول له فخامة الرئيس إني أثق فيك وفي كلامك وفي قدرتك على أنك أنت ستكون مهمتك الأولى هي مواجهة الإرهاب في العالم. أنا متأكد يا فخامة الرئيس أن أنت قادر على تنفيذ هذا الأمر بالتعاون مع كل دول العالم المحبة للإنسانية وللسلام وللأمن وللاستقرار. مرة تانية بقول للمصريين اوعوا وانتبهوا وحافظوا على تماسككم. صحيح احنا متألمين، صحيح احنا مجروحين، لكن هي دي ثمن كبير قوي احنا دفعناه وبندفعه من اجل حرية حقيقية لبلدنا بدل ما تقع في ايد التطرف والارهاب وتصبح مصر او مصر قاعدة للراديكالية في العالم. انا قلت في بداية الكلام ان الاستراتيجية اللي هم حاطينها بيقولوا ان مصر اذا سقطت سادت الفوضى في العالم كله، وعشان كده مرة تانية بقول ان كل الجهود بتبذل لضرب الاقتصاد المصري، لضرب السلام الاجتماعي في مصر. انا عارف ان احنا كمصريين رغم الالم اللي احنا موجودين فيه ده احنا هنظل متماسكين وهنظل قادرين، والحرب اللي احنا بنخوضها بالنيابة عن العالم كله للحفاظ على الامن والسلام مش بس في مصر ومش بس في منطقتنا، بقول في العالم كله، وبقول مرة تانية على العالم كله ان هو يتحد في مواجهة هذا الشر. في تم تنظيم واطلاق المركز مكافحة الفكر المتطرف في المملكة العربية السعودية واحنا اعضاء فيه، وجب علينا كلنا ان احنا نتحرك لمواجهة هذا الفكر المتطرف. مرة تانية بقول احنا تم توجيه ضربة ولن نتردد مرة اخرى في توجيه ضربات اخرى ضد الاماكن والمعسكرات اللي فيها تدريب وفيها عناصر يمكن او مش يمكن تهدد امن مصر القومي. اما العناصر داخل مصر فده في شأن تاني، لن نتردد ابدا في ان احنا نواجههم ونلاحقهم في كل مكان. وانا بقول لاجهزة الامن، الامن امن مصر وسلامة المصريين امانة في رقبتكم وامانة في رقبتنا وامانة في رقبة كل المصريين. اعنا الله سبحانه وتعالى على اللي احنا فيه، وفقنا وحمانا. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعاننا الله على ما نحن فيه ووفقنا وحمانا. رئيس الأمريكي ترامب، البيت الأبيض أصدر تصريحا منذ قليل أعلن فيه دعمه لمصر وشعبها والرئيس السيسي وحكومتها في مواجهة الإرهاب، وقال أننا نواجه حربا ضروسا ضد الإرهاب في العالم ولكننا سننتصر على عدونا المشترك، ولكنه طلب أيضا بحماية مسيحي الشرق، وقال أنه لابد من إيقاف يعني نزيف الدم للمسيحيين في الشرق، لأن هذا أهل يعني the evil، واستخدم برضو أهل الشر يريدون القضاء على الإنسانية والحضارة. معي على الهاتف سيادة اللواء طيار أركان حرب هشام حلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، كل التعازي للمصريين وخاصة إخواتنا. طبعا
ايه المعلومات المتاحة حتى هذه اللحظة عن الضربة الجوية؟ أولا حضرتك عارفة أن الإرهاب هو عابر الحدود في دولة جارة فيها سيطرة على الحدود ضعيفة، انتقال داعش ليها يعني واضح قدامنا ومن فترة طويلة، وهذه المعسكرات بيتم فيها التدريب وتخزين السلاح. احنا شايفين حجم العربيات اللي نوعها من سيادة الرئيس، فالضربة دي تمت تفاصيلها أنها تمت على معاقل التدريب اللي موجودة، ويعني إن شاء الله في الدقائق القادمة هيتم إعلان عن تفاصيل أكثر يعني. لكن اللي أنا عايز أكد عليه إن هو لن يتم ترك إرهاب أو معسكرات إرهاب خارج الحدود، ودي نقطة مهمة، وده تغير إن شاء الله هيبقى واضح جدا في استراتيجية مكافحة الإرهاب. طب يمكن حد يقول انه طب لماذا لم نضرب من قبل؟ يعني يعني ان احنا عارفين ان هذه عندنا المعلومات ان هناك معسكرات، ان هناك تدريبات، ان من هذه الاماكن بتخرج القوى التي تريد ان تتسلل للحدود المصرية، فتوقيت الضربة هل يعني لماذا لم نضرب هذه المعسكرات من قبل؟ التجمعات دي ليها توقيت معين لازم تتضرب فيه. الألف عربية اللي اتضربوا دول ما اتضربوا من قبل كده. يعني ما اضرب ألف عربية، تخيلي حضرتك انا لو استنيت العربيات دي او حبيت اضربها وهي منفردة ومن غير ما تتجمع هاخد مجهود جوي قد ايه؟ هتعامل مع كل عربية. على وجه التحديد ال 15 عربية اللي اتضربوا اخيرا دول يعني تم الانتظار لغاية لما العربية تتجمع وتحمل السلاح. أنا لو استهدفت إمكانيات عربيات لوحدها بدون ما يبقى فيها السلاح فده جهد جوي الحقيقة مش هيبقى في محله طبعا. إضافة إلى أن الهدف ليه توقيت معين لضرب، فالأهداف كلها مرصودة، لكن المهم إمتى تتضرب دي نقطة حاكمة وحاسمة عشان تتضرب وهي فيها الإرهابيين وفيها الذخائر وفيها السلاح. الموضوع ما هوش سهل لأن الإرهاب بترعاه دول، دي المتغير المهم في الموضوع. الإرهاب بترعاه دول، وبالتالي الإرهابيين الإمكانات اللي في إيديهم إمكانات أكبر بكتير جدا من إمكانات جماعات إرهابية. الأهداف اللي بيحللها الإرهاب أكبر بكتير من إمكاناته العقلية والذهنية. عشان برضو أكون بس بقول بعض النقط اللي تأيد ما أقول، يعني اما الارهاب يحلل المجتمع ويضرب شريحة اخواتنا المسيحيين باستمرار علشان يضرب تماسك مجتمعي، ده متغير. يقنعهم دايما ان طلب تدخل دولي لحمايتهم، ده متغير. شفنا سوريا فنم الارهاب هو دايما محلل شريحة السكان، دايما بيحاول يصل الى هدف ان هو في شريحة مستهدفة يعمل لها مناطق امنة وهذه المناطق تكون برعاية دولية، وده بداية التقسيم. خدت وقت، خدت وقت 6 سنين. طب الموضوع ده كله واضح ان وراه دول. طب سيادة اللواء، يعني احنا هنا لما بنضرب باي نوع طيارات؟ هل لدينا الطيارات اللي هي اللونج رينج اللي هي بنقدر ان احنا مسافات طويله؟ يعني قول لنا بعض اللي ربما المعلومات العامة العسكرية عن هذه الضربة لو كانت متوصلة. أنا هتكلم حضرتك زي الهدف بيتضرب، إن الأول الهدف بيتم رصده، ورصد الهدف ده إيه الذخائر اللي تبقى مؤثرة فيه. والنقطة المهمة أوي في ضرب الأهداف اللي هي وسط مدنيين، العيار الذخائر شكله إيه؟ لأن أنا عايز أستهدف الإرهابيين وإمكاناتهم دون المساس بالمدنيين ولا حتى ممتلكاتهم. ما فيش بيت يتهد من الموجة الانفجارية. اختيار نوع الذخيرة ده في منتهى الأهمية. اختيار زاوية الضرب علشان برضو لا تتأثر بعض المباني أو الامكانيات اللي هي خارج اللي هي بعيد عن الهدف لكن ممكن تتأثر. بعد ما نختار الذخائر، ايه الطائرات اللي ممكن تحمل هذه الذخائر؟ عندنا الحقيقه ذخائر متعدده وطائرات متعدده. يصل عندنا الF-16 مداها كبير جدا، الرافال طبعا بيصل ل 3500 كيلو. وسائل حمايه، وسائل بحث وانقاذ حتى لو في اي امور تحتاج بحث وانقاذ. التوقيت مهم جدا خاصه في الارهاب، التجميع وانتظار تجميعه في منتهى الاهميه، وده اللي بيبان ان هو الحمد لله الاهداف اللي اتضربت
سواء المرة دي أو قبل كده مع العربيات بالذات. العربيات دي فيه صعوبة لأن هو لازم تتجمع وبتخش في دروب وأماكن حتى يمكن يصعب شوية إن يتم استهدافها بطائرات، لكن بيتم استهدافها بزوايا معينة وبأنواع محددة من الطائرات. الموضوع فيه احتراف عالي الحمد لله، لكن أرجع أقول الإقليم ضاغط علينا جدا، ضاغط علينا أن الإرهاب عابر للحدود وفي دول بترعاه، دول المتغيرين المهمين جدا اللي في الإرهاب. بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومعي أيضا سيادة اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق. سيادة اللواء مساء الخير، هل لدينا معلومات أكثر عن هذه الضربة الجوية؟ إيه الفرق مثلا بينها وبين الضربة السابقة اللي قمنا بها أيضا في العمق الليبي في 2015؟ طيب بص لميس، دي الضربه رقم 3 اول. 3 الضربه الاوليه اللي اعلن عنها زي ما انت قلت 2015. بعديها بيومين تم توجيه عمليه عسكريه بريه ضد بقيه العناصر. القوات الجويه لما بتضرب ما بتدمرش الاهداف بالكامل، بتدمر نقط معينه، ولكن يومها عشان تشيل كل الكلام ده طلعت ضربه اخرى او عمليه اخرى. مصر لم تعلن عنها ولكن تم الاعلان عنها في وسائل اجنبيه اخرى. تمام. الضربه اللي تمت النهارده لازم اقول في الاول يا لميس ان النهارده زي ما سياده الرئيس قال ليبيا فيها 5 عناصر داعش. اول حاجه داعش الليبيه اللي هي بيسموها تنظيم مجلس شورى مجاهدين ليبيا، ده واحد. فيها العائدين او الهاربين من سوريا، 3 العائدين او الهاربين من العراق، 4 الناس اللي جايين من بوكو حرام برضو هربانين من الشمال، 5 العائدين من افغانستان ودول ما لهمش مكان يروحوا فيها. فتخيل النهارده انت عندك 5 عناصر متطرفه موجوده في ليبيا بتعمل اساسا حاليا ضد ليبيا وضد الجانب المصري. النهارده لما تمت هذه العمليه تمت بضربه جويه. احنا دايما بتبقى الضربات الجويه بيفضل بتبقى بعد اخر ضوء عشان عده اعمال كثيره، وزي ما قال سياده اللواء هشام من شويه ان الضربه بتبنى على اساس كتيره جدا، بس اساسها ايه؟ المعلومات. المعلومات ليه؟ لان احنا طول ما في معلومات دقيقه بتقدري تنفذي العمليه على الهدف. وعايز اقول لك يا لميس ان المعلومات دي برضو عشان الشعب المصري يعرف. ارجوك اللي بيشترك في تجميعها عنصرين، المخابرات العامه المصريه وهي المكلفه بتجميع المعلومات المعاديه عن مصر خارج الحدود، زائد بتشترك مع المخابرات الحربيه. الاثنين بيكونوا تيم عمل، ولذلك طول الوقت احنا متابعين ما يتم في ليبيا. ولذلك النهارده الضربات اللي تمت 6 طلعات جويه او 6 ضربات تمت اول حاجه على المقر الرئيسي لتنظيم مجاهدي شورى درنا، وهي في منطقه انت عارفه درنا حاليا مسيطر عليها داعش كلها، سواء درنا الموجوده او اللي حواليها. في منطقتين، منطقه وادي الناقه وحقل الضحر، هم دول اللي تمت عليهم الضربات المباشره. طبعا دي معسكرات موجوده، والسيد اللواء هشام كان واضح فعلا ان احنا ساعات بننقي توقيتات لننفذ العمليه الهجوميه. يعني تفكر العمليه الاولانيه خالص اللي تمت رغم انهم كانت تمت بعد ذبح المصريين موجودين اتاخرت لحد الساعه 12 بالليل، لان رغم ان القرار كان الساعه 7 طلع، لان استنينا لما مندوبين المخابرات العامة بتوعنا اللي موجودين في العمق وقالوا ان قائد هذه العملية دخل البيت بتاعه دلوقتي، انطلقت الطيارات وضربت الاهداف. فزي ما بنقول العملية دي تمت، قد يتم وراها عمليات اخرى، قد يتم وراها عمليات في مناطق تانية بتحمي الارهابيين، انما اعتقد الضربة دي النهاردة كانت مهمة جدا عشان تؤكد لمصر انها لن تسمح لاي عناصر ارهابية في اي منطقة انها تتدخل على الحدود المصرية. هل عندنا معلومات عن أثر هذه الضربة؟ يعني إن كانت بالفعل قد دمرت المركز الرئيسي لمجلس شورى درنا وقتلت مجموعة من العناصر، عندنا هذه المعلومات ولا لسه يا سيادة اللواء؟ تأكدي إن فور ما بتطلع العملية بتخلص عندنا نوعين من التتابع. أول حاجة الطيارات اللي بتضرب بيبقى معاها فيلم تصويري عن نتائج الضربة، نمرة 1. نمرة 2 في عناصر أخرى متابعة، ان ممكن الضربه تسبقها ضربه اخرى، موجه تانية بعديها مثلا ربع ساعه بنص ساعه عشان تستكمل.
في زي ما حصل المره اللي فاتت، زي ما قلت لك ان بعديها بيوم طلعت فوات بريه كملت زي ما نقول ايه نظفنا المنطقه واستكملنا تدمير باقي المعسكرات تماما وتم تدميرها. برضه نفس الكلام، احنا بنجمع معلومات في نهايه الضربه يا اما بالتصوير اللي تمت القوات الجويه، في عناصر موجوده هناك بتتابع وتاكد انها بلغت عندنا، ولو كانت النتائج ما تمتش كان حصل ضربه ثانيه. لو بالتاكيد يعني حتى وكالات الانباء الليبيه بدات تتحدث منذ فتره عن الضربه الجويه التي اصابت عدد من معاقل شورى مجلس شورى ديرنا. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء سمير فرج مدير اداره الشؤون المعنويه سابقا، ومعي ايضا الاستاذ سعيد رشوان وكيل وزاره الليبيه وكيل وزاره الخارجيه الليبيه السابق. استاذ سعيد مساء الخير، ما هو مجلس شورى ديرنا؟ اولا اهني الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك، وايضا اعزي الشعب المصري بالعمليه الجبانه التي تعرض لها الاخوان الاقباط من هذه المجموعات الارهابيه الجبانه التي تدمر وترهب المواطنين. العمليه التي حصلت اليوم هي عمليه جت في توقيتها وفي لحظات غفلة من هؤلاء المجموعات الإرهابية. هذه المجموعات حقيقة هي مجموعات القاعدة المرتبطة بالقاعدة، تسمى الجماعة الليبية المقاتلة، تأخذ اسم محلي مجلس شورى درنة. هذه المجموعات متواجدة حول درنة في وادي الناقة وفي ظهر الحمر وبعض الأودية التي داخل الجبل. هذه المعلومات لدينا لحد الآن متوفرة. الضربات كانت موجعة وأهداف ضربت بدقة متناهية، وأكيد الخسائر تكون كبيرة جدا في المعدات وفي الأرواح لهذه المجموعات الإرهابية. يعني بالفعل لديكم معلومات من داخل ليبيا عن أثر هذه الضربة بأنها نعم أختي، نحن متواجدين هنا في القاهرة هذه اللحظة، ولكننا المعلومات التي تصل لدينا أن كل المناطق التي تسيطر عليها هذه المجموعات الإرهابية كلها تقريبا يعني ضربت بدقة متناهية، ومتأكدين أنهم ضربوا في لحظة غفلة وأكيد متواجدين فيها بمعداتهم وبأفرادهم. طيب هذه حقيقة يعني ضربات نوعية نفذها السلاح الجوي المصري في وقتها وفي ميعادها بدقة متناهية. طيب لكن من هو مجلس شورى ديرنا؟ يعني أظن أنه يعني يتكون من مجموعات إما تلتبي للقاعدة أو العائدين من سوريا، وهناك مجموعات متناحرة كثيرة في ليبيا، يعني كلمني عن هذه المجموعة بالذات. يا أختي هذه المجموعة متكونة من كل العالم. هذه مجموعة فيها مجموعات إرهابية من سوريا، وفيها مجموعات إرهابية من أفريقيا، وفيها مجموعات إرهابية حتى من مصر. هذه كل المجموعات متجمعة في هذا المكان يسموه مجلس شورى درنا. هذه نفس المجموعات التي تقاتل في بنغازي والتي هي الآن تتعرض لضربات من الجيش الليبي في بنغازي وما حولها. هذه المجموعات هي المجموعات الإرهابية، لا تختلف عن 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 منهجها وعن ارتباطها بالمجموعات التي تقاتل او التي تعمل في العمليات داخل جمهوريه مصر العربيه، وايضا نفس المجموعه ونفس الاسماء التي نفذت الهجوم الغادر اول امس في مانشستر ببريطانيا. هذه نفس المجموعات نفس المجموعات لان الذي الانتحاري الذي خرج من ليبيا هو الذي نفذ العمليه في مانشستر، وهو معروف بالاسم هو وعائلته واقامته، وهو حقيقة يعني كان خرج من ليبيا قبل العملية بأيام ونفذ هذه العملية في مانشستر. هذه نفس المجموعات حقيقة التي الآن أصبحت بعد سقوط النظام وسقوط الدولة في ليبيا أصبحت مرتع لهذه المجموعات، ولكننا حقيقة يعني لا شك أن التنسيق الكامل بين القوات الليبية وبين الجيش المصري حقيقة فعلا أدت إلى إنهاء هذه المجموعات وستنتهي قريبا إن شاء الله. طيب سيد سعيد، من يمول هذه التنظيمات؟ يعني نحن نعرف قطر. طبعا يعني التمويل واضح الصراحة للأسف الشديد من قطر ومن تركيا، وللأسف الشديد حتى من السودان. يعني يقبل مني هذه الكلمة وهذه معلومات متأكدين منها. هذه كل هذا كل المثلث هذا كله يشتغل على هذا العمل.
فهذه العمليات يعني مصدرها معروف والدول التي تمول فيها معروفة ومصادر الأموال معروفة وواضحة وفي تواطي كامل يعني حقيقة من عدد كبير من الدول التي في حوض البحر الأبيض المتوسط. يعني ويبدو أن المعلومات أصبحت يعني خلاص يعني موثقة يعني إحنا يعني أنا أعرف أنا الطائرات اللي كانت مدججة بالسلاح اللي كانت بتوصل ليبيا في البداية بعد 2011 لكن إحنا دلوقتي بنقول إن هذه المجموعات هي ممولة بشكل أساسي من قطر وتركيا وربما السودان أيضا. واضح هذا هذه معلومات الآن أصبحت موجودة حتى عند المواطن اللي في الشارع. هذه معلومات واضحة والتحقيقات موجودة وفي كثير من هذه المجموعات مقبوض عليها الآن في المنطقة الشرقية في ليبيا ومحترفة بكل هذه التنسيق بهذا التنسيق وهذا موضوع لا يحتاج إلى حقيقة الآن لا يحتاج فعلا إلى إثبات من أي حد لأن هذه المجموعات أصلا موجودة الآن في السجون وتحت التحقيق ومحترفة بكل هذه العمليات ومشتر ولا القنوات الليبية تعرف في هؤلاء المجرمين تقريبا بشكل يومي واحترافاتهم وكل ما يتعلق بهذه العمليات فهذا العمل يعني اصبح الان غير 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 غبي على حد ولا حد يعني ينكره ولا حد وليس سري. بمناسبة القنوات الليبية الغرياني مفتي إخوان ليبيا من طرابلس يعني كان منذ قليل يترحم على شهداء درنا ويهاجم الجيش المصري والسيسي والشعب المصري طبعا ويعلن الحرب الإسلامية على مصر الكافرة كما قال. نعم هذا شخص طبعا هذا شخص حقيقة هذا شخص إرهابي وهو اللي يقود هذه المجموعات وهو المفتي لهذه المجموعات وأنت عارفة أن بالصدفة يعني أمس وعند اليوم القتال دامي في طرابلس بين هذه المجموعات الإرهابية وبين القوة المدنية التي في طرابلس القوة المدنية حقيقة الآن المتحالفة مع حكومة الوفاق ولكن الآن الكفة مرشحة بشكل كبير إلى حكومة الوفاق والمجموعة نعم. والمجموعة التابعة لها نعم. فحتى في يعني في انهزام وانحصار كبير في طرابلس اليوم رغم أن هناك يعني أضرار في المدنيين وهم طبعا تعرف أساليبهم يضربوا بدون أهداف وما ولا حل ولا حرم في الضباب ولا حقيقة عندهم أي يعني لا عندهم لا أخلاق ولا قانون يردحهم ولا إلا القتل والدمار. أشكرك شكرا جزيلا سيد سعيد رشوان وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق اللي أكد أن الضربات بالفعل المعلومات الصادرة من داخل ليبيا تؤكد أن الضربات كانت موجعة وأنها قد أصابت هذه المجموعات بإصابات مهمة في مراكزها ومراكز تجمع أسلحتها وأيضا في عناصرها. قبلها تحدث اللواء سمير فرج عن أن هذه الضربة الثالثة لقوة للعمق الليبي. الضربة الأولى كانت في 2015 بعد الاعتداء على 21 مصري قبطي من ليبيا من قبل داعش وكانت أيضا في مدينة درنة وتلاها بعد يومين ضربة أرضية من القواتنا المسلحة ثم بعد ذلك ضربة جوية أخرى اليوم في مايو 26 مايو 2017 عقب حادث الاعتداء على المصريين المسيحيين الذاهبين للصلاة في دير الأنبا صموئيل بألمانيا. معي على هاتف سيادة اللواء دكتور نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم. يعني هذه الضربة في العمق الليبي ماذا تمثل ولو عند حضرتك معلومات تريد أن تضيفها؟ طبعا احنا عارفين ان درنة هي من اعلنوا نفسهم بعد الثورة الليبية اعلنوا نفسهم ولاية درنة الإسلامية نعم. وانفصلت تماما يمكن طبيعة الأرض هناك سمحت لهم بهذا وأقاموا ما يشبه ولاية أو دولة هناك في وقت من الأوقات مع ظهور داعش أعلنوا انضمامهم لداعش ليزيدوا من قدرتهم أو يبدو كما لو كانوا كيان أكبر من كيانهم الحقيقي هم اللي بيرعوا وبيقودوا أي إرهاب في منطقة ليبيا وما حولها فده موقف من هم في, 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 في ولاية درنة أو في مدينة درنة الموجودة في جوارنا على الأراضي الليبية
هذه الضربة التي تم توجيهها اليوم بتمثل حاجتين اثنين. اولا ده رد على العناصر اللي بتقود او بتخطط او بتدير عمليات الارهاب على ارضنا او بالجوار المصري على ارض ليبيا. الحاجة الثانية ودي الاهم لان قوة الضربة انها تحقق عامل الردع، بمعنى ان اي من كان يفكر في تهديد مصالحنا او اهداف داخل اراضينا في اي وقت من الاوقات يعلم ان هناك رد لن يتحمله، وبالتالي هيفكر مرات قبل ان يختار او يحاول تهديد اي مصلحة لمصر في اي مكان سواء كانت في الداخل او في الخارج. وده اللي احنا بنقوله، بنضرب رأس الحية، مش هنقعد نقطع الديل ونضرب في اماكن اخرى. احنا النهارده هذه الضربه هي لراس الحيه الموجوده في ديرنا. لكن الرئيس قال انها قد لا تكون الضربه الاخيره، يعني قال ان احنا قد لا تكون هذه الضربه الاخيره واننا مستعدين لضرب اي اهداف طبعا داخل مصر، ده منطقي، ولكن وخارجها اذا ما تعرضنا لتهديدات، وان احنا قد نواصل هذا الامر. بلا شك العملية مفتوحة، أنا مش هسيبه مرة أخرى يحدد أهدافي. هذه الضربة هي زي ما نقول ده عينة، ده عنوان، أما أي تهديد آخر لأي مصلحة مصرية سواء كانت داخل أراضينا أو خارج أراضينا فالرد أهو هذا هو المثال، وقد يكون بأساليب أخرى وأقوى وأشد من هذا. يعني العالم بيتكلم على الإرهاب من يعني مانشستر اتضربت منذ أيام برضو أحد العناصر الخارجة من ليبيا، الأوروبا بيضربها الإرهاب كل شوية، ولكن الدول التي ترعى الإرهاب تبقى في مأمن وفي معزل من الحساب ومن المحاسبة الدولية. إلى متى سيستمر هذا الأمر؟ هيستمر طول ما هو هناك من يغض الطرف عن الكلام اللي قاله رئيس مصر في مؤتمر الرياض وحدد فيه استراتيجية من أربع محاور ألا يكون هناك خيار أو تفريق بين منظمة إرهابية ومنظمة أخرى. ما فيش حاجة اسمها دي جماعة سياسية وقاعدة على أرض دولة كما لازم آمن ليها تخطط وتدير الإرهاب في مناطق في العالم بلا تحديد، يعني مش بيضرب في دولة واحدة أو في مكان واحد، لا، حتى شرر هذا الإرهاب طال أمريكا نفسها، أدي مانشستر لسه شايفينها، وقبلها دول أخرى في أوروبا كثيرة، وأدي على أرض روسيا لسه مسكين عناصر كانت بتستعد لمثل هذه العمليات الإرهابية. إذن لابد الاستراتيجية المصرية واضحة ومحددة، الإرهابي من هو؟ ما فيش بقى إيه نقول لا ده إرهابي وده مش إرهابي، ويضرب كل من يشترك في الإرهاب سواء كان بالتخطيط أو بالإيواء أو بالفكر أو بالتمويل، كل هذا يجب أن يتم التعامل معاه. قعدوا ساكتين على قطر، أدي قطر اللي بتهاجم كل ما خططناه أو كل ما تم نقول الاتفاق عليه في مؤتمر الرياض، بنجد ان قطر بتطلع بتنشف كل الكلام ده وبتقول كلام مخالف تماما. ايضا هناك دول اخرى، يعني هنقعد نقول مين ولا مين اللي موجودين في لندن، دول مين هم؟ هم دول رؤوس الارهاب الاخوانيين اللي موجودين هناك، وايضا هناك عناصر اخرى. لابد ان نتفق ولابد من قاعدة المعلومات والبيانات تكون متاحة لكل من يحارب الإرهاب. نعم. اي حد يخفي هذه المعلومات او يحجبها ده يبقى متواطئ مع الإرهابيين. نعم. زي اللي بيخطط تماما. بشكرك ست اللواء دكتور ناصر سالم استاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر. ومنذ قليل قال الامين العام للامم المتحدة اننا يجب ان نحارب معا الارهاب في مصر وبريطانيا وحول العالم، وطبعا عندنا ادانات من كل العالم، من الولايات المتحدة، من الامم المتحدة، من اوروبا، من كل الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة السعودية والامارات وكل الدول العربية المحيطة، حتى حماس، حتى إسرائيل، حتى حزب الله،
الكل أدان هذه العملية الإرهابية الغاشمة التي قضت على أو التي استشهد فيها 28 من المصريين الأقباط. القوات المسلحة أعلنت منذ قليل أن العمليات العسكرية ضد في العمق الليبي مستمرة. إذن القوات المسلحة أعلنت منذ قليل أن العمليات العسكرية في العمق الليبي ما زالت مستمرة. إذن عمليات مستمرة ضد مراكز الإرهاب وتجمعات ومعسكرات الإرهاب في داخل العمق الليبي. لن تكون هذه ضربة واحدة ولكنها ضربات، من الواضح أنها زي ما شرحت لكم كانت ضربات متتالية متوازية. الرئيس لما عقد الاجتماع كان الاجتماع لإدارة الضربة، الضربة كان اتخذ القرار بها طبعا، وهو قرار الرئيس وقرار مع القوات المسلحة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة اتخذ القرار، وكانت الضربة قد بدأت. اجتماع لما بدأ كان الرئيس بيدير غرفة العمليات أو بيدير الضربة، وكانت المعلومات بتجيلهم أولا بأول بينما هم موجودين في هذا الاجتماع. هذه طيب خلونا معي على الهاتف دكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. سياسيا كيف تقرأ هذا الرد الفعل السريع وكيف تقرأ الوضع دكتور معتز؟ خليني أقول إنه إحنا بنلتحق بقطار محاربة الإرهاب العالمي. الفرق بين مانشستر والمنيا ليس بعيدا فيما يتعلق بالإرهاب. هو يثبت أن الإرهاب لا يعرف فروقا في الحدود أو في العقيدة أو في الدين أو في الأيديولوجية، وبالتالي ينبغي أن نقوم بالجزء الخاص بنا وأن نتحمل المسؤولية الواقعة على عاتقنا من محاربة الإرهاب. نحن في محيطنا داخلنا وفي محيطنا لن نسمح لتواجد الإرهاب، وأعتقد أننا غالبا قد رصدنا هذه الخلايا الإرهابية وهذه المعسكرات في ليبيا من فترة، ولكننا كنا بين بديلين، إما أن نقوم بهجمات استباقية، وأغلب الظن أننا كنا سندان وسنناقش بمنطق أننا ودي نقطة مهمة، لأن أنا ده سؤال كنت بسأله دايما، لماذا لم نقم بعمليات استباقية؟ فده برضو تحليل مهم سياسي، أنه أكيد كنا سندان أن إحنا بنعتدي أو أن إحنا بنقوم بضربات دون تنسيق كما دائما ده يقال. ده صحيح، يعني حتى في القانون الدولي يقولون انه مساله الدفاع الشرعي عن النفس مرتبطه بوقوع عدوان فعلي او بوجود ادله يعني معلنه وواضحه وصارمه بصددها يبدو ان طرفا ما ينتوي ان يستخدم قوته المسلحه الاعتداء على طرف اخر، ونحن لم نكن نملك هذه الادله. نتعامل مع طرف ارهابي لا يعلن عن نواياه ولا يعلن حربا، وانما حتى لو اعلنها فنحن لا نعرف الضربه القادمه ستكون الى اين. لكن اما واننا معنا الحجه الان وهي حجه دوليه دامغه، اتمنى كما حضرتك اشرتي وكما اشار عدد من الضيوف قبل من كده الا نتوقف خلاص، يعني اقصد احنا الموضوع ما لا يوجد فيه مساحه للاخذ والرد، طالما اننا قد عرفنا البينه اين يوجد هؤلاء الارهابيون الذين يهددون امننا وامن اهلنا، فواجب على الدوله المصريه ان تحمي شعبها في الداخل وفي الخارج. وبالتالي انا يعني في حدود ما اعرفه مصر لم تعتدي، ولكن مصر تدافع عن نفسها، وينبغي أن يكون الدفاع بروتكتيف يعني طويل المدى ممتد، وإذا عرفنا بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر أنه في عملية إرهابية أخرى محتملة أو أن في مكان آخر داخل ليبيا أو في منطقة أخرى يجوز أنها بتخطط للاعتداء علينا، فمن واجبنا، لا أقول من حقنا ولكن أقول من واجبنا أن نكون الطرف المباشر لوقف هذه العمليات. طب أرجو أن تبقى معي دكتور معتز، هقطعك قليلا. بيان القوات المسلحة صدر منذ قليل، أكد البيان أنه بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات والبيانات قامت القوات الجوية اليوم بتنفيذ ضربة جوية مركزة ضد تجمعات لعناصر إرهابية بعد التأكد من اشتراكها في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم في محافظة المنيا. وأوضح البيان أن العمليات ما زالت مستمرة
حتى الآن. إذن العمليات مستمرة حتى هذه اللحظة داخل العمق الليبي ضد التجمعات التي قال بيان القوات المسلحة أنه تم التنسيق والتدقيق الكامل للمعلومات والبيانات التي تأكد اشتراكها يعني حول هذه التجمعات التي تأكد اشتراكها في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي. دكتور معتز، يعني البيان واضح ودقيق وبيستخدم ألفاظ دقيقة إن هو كان هناك رصد وتدقيق وتأكد من البيانات أن هذه المراكز التي قامت بالضلوع في هذه العمليات الإرهابية. إيه الفرق بين متخيل رد الفعل الدولي عن هذه الضربة ورد الفعل الدولي عن الضربة الأولى اللي ما كانش مؤيد قوي حينها؟ لا، هو يعني الآن أعتقد أننا نستطيع أن نقدم حكايتنا، روايتنا، يعني الديسكورس بتاعنا، الرواية بتاعتنا مدعمة بالأدلة والبراهين. نحن طرف لا نعتدي، وليبيا بالنسبة لنا جار، نحن حريصون كل الحرص على أمنها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الداخلية، لكن في نفس الوقت ليبيا غير قادرة على أن تمنع هؤلاء الإرهابيين أن يكونوا مصدر تهديد لنا. فالآن نحن ندافع عن حقنا في أن نكون آمنين، هذه ناحية. من ناحية أخرى نحن نساعد الدولة الليبية على أن تكون قادرة على أن تبسط كامل سلطانها على كامل ترابها الوطني، وهي واحدة، وهذا هو التعريف الوحيد لكلمة سيادة. يعني حينما نقول أن تعريف الدولة هو أنها كيان له سيادة يمارس هذه السيادة على الأرض عبر الحكومة، ويساعد حكومة يفترض أن تكون تحظى بشرعية من قبل الشعب، هذا هو تعريف الدولة. وبالتالي نحن نساعد في بناء الدولة الليبية أيضا. يعني نحن مش بس ندافع عن أنفسنا، لا، نحن كمان نساعد أشقائنا في ليبيا أن يعودوا إلى فكرة الدولة مرة أخرى، لأنه واضح وأحيانا بمرور الوقت يتناسى الناس فكرة الدولة ويبدأون في التفكير بمنطق القبيلة أو بمنطق الطائفة. وبالتالي أنا أطالب من القيادة السياسية في مصر ألا تعتبر ما فعلته اليوم مسألة يعني مرتبطة بحادثة إرهابية وقعت ضد أبنائنا وإخواننا، وإنما هذا واجب مصري علينا أن نقوم به بدعم عربي ودولي حتى تصل الدولة الليبية إلى ما ينبغي أن تكون عليه من دولة. طيب، لكن يعني النظرة بقى المتكاملة للوضع ما بين كلمة الرئيس في الرياض، رد فعل الأمير القطري، الكلام على أن احنا بنسلح المتمردي دارفور، الكلام على تسليح تركي للجيش السوداني، المشهد ده شايفه ازاي؟ هناك مشروعات مختلفة للشرق الأوسط، يعني كل طرف لديه خريطة متصورة لما ينبغي أن يكون على الشرق الأوسط. عايز أكون ببني عمارة وانا ليه تصور بشان العماره دي، كم دور ومتقسمه كم شقه وجوه كل شقه فيه كم اوضه. تركيا لها مشروعها، ايران لها مشروعها، قطر متماهيه مع تركيا في اجنده دوليه واضحه انها تعلي من قيمه، لا اقول الدين ولكن اقول الطائفيه. يعني نحن نرحب بان يكون الدين بمعناه السمح والمعتدل هو قائدنا، انما المشكله انهم لا يتحدثون عن دين، هم يتحدثون عن طائفيه نفرق فيها بين المسلم والمسيحي وداخل الاسلام بين الاطراف المختلفه الى اخره. مصر كذلك لها رؤيتها، واعتقد ان الساده الرئيس حينما تحدث في الرياض كانت هذه المعالم الاولى. حضرتك تفتكري مع حضرتك في اكثر من حلقه كنا نتحدث اين المشروع العربي؟ انا فاهم ايه المشروع الاثيوبي، وفاهم ايه المشروع الاسرائيلي، وفاهم ايه المشروع الايراني، وفاهم ايه المشروع التركي، وفاهم ايه المشروع الغربي، وفاهم فين بتلتقي هذه المشاريع وفين بتتفاوت، اين المشروع العربي؟ اعتقد ان مصر مطالبه وقد ادت جزءا من دورها حتى الان. يعني انا اللي بقوله النهارده ان ما يحدث اليوم او ما فعلته القوات المسلحه اليوم هو امتداد لما قاله السيد الرئيس في الرياض. نحن مطالبون ان ننتقل، يعني كنا زمان هناك دايما يقول لك المجتمعات المحافظه والدول المحافظه تتعامل مع الوقت باعتباره افضل مستشار، يبقى الانتظار افضل مستشار، يعني لا اتخذ قرارا يترتب عليه ان اكون في موضع اللوم ان اخطات. يقول لك استنى استنى واصبر وحمل نفسك، وهو يعني في بعض الاحيان يكون هذا منطق سليم، انما نحن الان وصلنا الى وضع اننا كلما صمتنا وكلما صبرنا تغول وتوغل علينا هؤلاء الارهابيون ومن يناصرهم. فنحن اعتقد اليوم انتقلنا، لا اقول من رد الفعل الى الفعل، ولكن من فعل كانت تحكم ردود الافعال الى فعل اصبح جزء من رؤيه عامه. اتصور ان مصر طرحتها قولا في الرياض وتنفذها فعلا فيما حدث اليوم في الضربات الموجهه الى الارهابيين في ليبيا.
بشكرك دكتور معتز بلا عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. ونقرا البيان اللي صادر من البيت الابيض على لسان الرئيس دونالد ترامب اللي كان بيحاول يعيد على المسلمين بمناسبه رمضان، وقال فيه ان الهجمات الوحشيه في مصر وبريطانيا هي اعمال تدل على الوضاعه وتتعارض بشكل مباشر مع روح رمضان الشهر الكريم، واعرب باسم الشعب الامريكي عن تمنياته برمضان كريم لكل المسلمين، داعيا الى رفض العنف الذي يدعو اليه المتطرفين والى العمل من أجل السلام. وقال إن روح رمضان تعزز إدراكنا لواجباتنا أن نتشارك فيها لجهة لرفض العنف والعمل من أجل السلام. وقال إن شهر رمضان يبدأ هذا العام ونحن نبكي الضحايا البريئة للهجمات الإرهابية في الوحشية في بريطانيا ومصر، وهي أعمال تدل على الوضاعة وتتعارض بشكل مباشر مع روح رمضان. وأوضح أنه قام خلال زيارته بالولايات بالمملكة السعودية نقل رسالة شراكة من أجل سلام وأمن وازدهار جميع الدول. رئيس الوزراء السيد شريف إسماعيل كان في زيارة لألمانيا، وكانت هذه بعض كلماته بعد بيان السيد الرئيس. أسر الضحايا في حادث اليوم الأليم في ألمانيا، بقاء لله في شهداء مصر، شهداء الوطن. النهاردة تواجدنا في المنيا، والنهاردة بنزور برضو المصابين، وفي جهود بذلت من وزارة الصحة ومستشفى معهد ناصر لعلاج المصابين. الحمد لله في حالات أفضل. أنا بؤكد أنه مثل هذه العمليات بتستهدف النسيج الوطني، لكن مصر قوية، ومصر إن شاء الله في النهاية هتنتصر على هذه العمليات وعلى كل من تخول له نفسه ان هو يضرب هذه الوحدة الوطنية في مصر اللي التاريخ كله شاهد عليها. سيادة الرئيس النهاردة وجه كلمة، والحقيقة الكلمة كانت بتقول ان الامن القومي المصري هيكون ايضا يعني تحرك خارج القطر. اول اجراء النهاردة اجراء لم يتم من قبل بضرب القواعد خارج مصر، وده اللي اعلن عنه سيادة الرئيس اليوم، ودي بداية. وزي ما بنقول ان الامن القومي المصري النهارده هيبدا ممكن من خارج القطر المصري. بالنسبه للنقطه الثانيه، انا بقول للاخوه المسيحيين الهدف من مثل هذه العمليات هو النسيج الوطني المصري اللي مصر حافظت عليه في الاف السنين، ويجب ان احنا نحافظ عليه. وهو ده اللي احنا عايزينه، الحفاظ على النسيج الوطني المصري. مصر لازم نفضل ايد واحده. هو ده اللي هيخلينا نستمر، وهو ده اللي هيخلينا نقاوم، وهو ده اللي هيخلينا في النهايه ننتصر باذن الله. شكرا. السيد رئيس الوزراء شريف اسماعيل بقى في زيارته للمنيا بعد حادث الغاشم ضد اتوبيس الاقباط، وده بعد ايضا ما كان في معهد ناصر بعد عودته من المنيا. معي على الهاتف يعني نيافه الانبا مكاريوس اسقف المنيا. ابونا مساء الخير. البقيه في حياتك. متشكر خالص حياتك. يعني اولا رايك ايه في رد الفعل المصري للدوله المصريه بهذه الضربات الجويه؟ طبعا مشكورا السيد الرئيس بالاجراء اللي اخده، لكن انا برضو عندي سؤال. التحرك قبل الحدث افضل دائما. انا عايز اقول انه لازم يبقى في تدبيرات وخطوات استباقية لمنع الحدوث ده. لازم نجاهد نضاعف الجهود الاستخباراتية عشان نمنع الحدوث ده. الدولة مشكورة تتحرك مع الحدث، تتحرك بعد الحدث، تتخذ إجراءات وتدبيرات، لكن نحن في أمس الحاجة إلى تدبيرات وقائية لمنع الحدوث ده. الناس بيتألموا جدا من كل شهر أو كل اثنين ما نلحقش نفوق من حادث يقع حادث تاني ولا يقل بشاعة. نيافتك احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط، يعني معلوماتك ايه؟ يعني الاتوبيس ده كان طالع منين؟ كان اعتقد طالع من بني سويف، يعني احكي لنا القصة بالظبط. اللي حصل باختصار شديد، ويعني بناء على ما توافر من معلومات دقيقة من وجهة نظري حتى الآن، ان في اربع عربيات ورا بعض، ميني باص، ميكروباص، وعربيتين بيك اب.
ما لهمش علاقة ببعض ورايحين الدير، لأن يوم الجمعة ده عادة الناس بيتوجهوا للأديرة بيزوروها ويتبركوا بها. الإرهابيين لأنهم متوقعين أن الكنائس عليها حراسات وكاميرات مراقبة وفي نقاط حراسة في الطرق وفي قوة أمنية على الكنائس والأديرة، فسلكوا مسلك مختلف المرة دي أنهم يصطادوا الناس دول في طرق مهجورة تعتبر، لأنها في عمق الجبل لعشرة كيلو وعشرين كيلو ساعات أكثر، ومش ممكن أبدا قوات الأمن تحرس طرق، ومش ممكن تمشي مع كل رحلة طبعا. فانتهجوا المنهج ده، طلعوا على الركب ده اللي ملوش علاقة ببعض زي ما قلت لحضرتك، وقطعوا الطريق عليهم ونزلوهم من الأتوبيس، نزلوهم من الأتوبيس، خيروهم بين أن ينكروا إيمانهم أو يقتلوا، واختاروا أن يقتلوا. والقتلى من وجهة نظرهم يعني الشهداء نصهم تقريبا أو ما يقرب من نصهم أطفال، 11 طفل، فقتلوا 26 واحد وأصابوا 23. الأرقام وصلت، الأرقام وصلت 29 يا أبونا. بعض المصابين، بس أنا معلومات حدد 26، لسه وزارة الصحة قايلة 29. جردوا السيدات من ما يرتدينه من مصوغات وأموال، وقتلوا بعضهم يعني. عملوا كده مع الأربع عربيات، طبعا لما جم يهربوا في عربية عطلت ففجروها عشان مبقاش في دليل يسيبوا وراهم أو خيط يقدر يوصلوا له من خلاله. وقيل إنهم وزعوا حاجة ربما خلال أيام يبقى في نسخ منها في المكان نفسه. طب هل ده طريق يعني متبع، يعني هل ده طريق متبع دايما؟ دي رحلة معروفة كل يوم جمعة يا ابونا، يعني هي دي رحلة معروفة كل يوم جمعة؟ لا كل يوم جمعة في عدة رحلات ملهمش علاقة ببعض، كل الكنائس والناس بقرار شخصي بيطلعوا يزوروا يعني، لكن وهم استهدفوهم قبل الدير بشوية ولا فين بالظبط؟ في نص الطريق. الدير بس ما كانوش وصلوا للدير بالفعل. لا ما كانوش وصلوا للدير بالفعل، ما كانش ينفع العملية تتم جنب الدير. هل الدير عليه تأمين؟ الدير بيبقى عليه تأمين. كل الأديرة وكل الناس عليها تأمين، فهم اختاروا مكان بعيد عن التأمين. بس انا معلوماتي ان الدير ده معلهو، يعني ان انتوا يمكن ربما مش قابلين الحراسة الأمنية على الدير ده منذ سنوات طويلة. هو ما فيهوش مشكلة قوي، بعيد وما فيهوش مخاطر قوي، لكن حتى لو الدير ده عليه تأمين هم بعدوا عن بوابات الدير وعن نقاط حراسة محتمل تكون على أبواب الدير. الناس بيمأسوا الموارد هو موضوع التدابير السابقة، يعني مضاعفة الجهود المعلوماتية. والحاجة الثانية بيقولوا يجب ملاحقة الفتاوى التي تحض على الإرهاب والقتل، ليس الفتاوى النصية فقط وإنما الخطب ذات المضامين التحريضية، لأن الإرهابي ده ضميره مستريح جدا وهو بيقتل، يعني وصل لدرجة من القناعة إنه بيعمل عمل كويس. مين وصله بكده؟ ده اللي كانوا بيتناقشوا فيه الناس النهارده. لكن احنا كمصريين مسيحيين من جهه يعني معتقدنا ومسيحيتنا، احنا بنفخر ان احنا بنموت على ايماننا، انما كمصريين بنرفض العنف وبنرفض تصدير صوره مش كويسه عن مصر، وبنرفض زعزعه الاستقرار واهدار الدماء واهدار الاموال والممتلكات لانها مصريه في النهايه. طبعا ايه اللي بتطلبه نيافتك؟ ايه اللي بتطلبه من الدوله؟ الحاجتين دول عشان اكون محدد، لان اكيد طبعا حضرتك بتسمعي بتقابلي ضيوف كتير وبتسمعي كتير وبتقري كتير، بالتحديد
زي ما بقول لحضرتك إعادة النظر في الفتاوى اللي بتحد على القتل، سواء الفتاوى دي نصية زي ما قلت لحضرتك أو مقالية أو مضمون خطاب أو خطبة. الحاجة الثانية يبقى في جهد أكبر بخصوص الاستخبارات أو المعلومات عشان أنا ما حدوش حاجة زي كده. برضو الناس بحقيقة يعني لما كل مرة يحصل حادث من دول وبيسمعوا من الناس تعبيرات جميلة وآخر الأحزان ومصر قوية وإحنا نسيج، الكلام ده جميل بس الوجع الوجع كبير. طبعا أنا يعني أقدر يعني أفهم يعني أفهم جدا إن الوجع كبير وإنه الكلام أحيانا ما بيبقاش وساعات بيبقى الكلام فيه استخفاف بالألم. لكن هذه الضربات الجوية المرة دي الموضوع ما بقى مش مجرد كلام يعني يفتك، المرة دي في رد فعل عسكري من القوات المسلحة ضد المعسكرات التي قامت بهذه العملية الإرهابية، المرة دي رد الفعل أهم كتير وأقوى كتير من أي مرة سابقة. مظبوط. أنا عندي سؤال ساذج، أعتبره سؤال ساذج، هل تم التعرف أو رصد هذه الأوكار أو هذه المعسكرات التدريبية خلال ساعتين ولا معروفة؟ لا هي معروفة، ولكن التوقيت كما قال الخبراء العسكريين التوقيت بيحدد بشكل معين ولازم يكون في تجمعات معينة، ده توقيت عسكري ما نقدر أنا ما أقدرش بعد وقوع الكارثة. أنا ما أقدرش أقتنع إن تم رصد الأوكار دي أو معسكرات التدريب دي خلال ساعتين ثلاثة، مش ممكن. لا هي كانت معروفة وموجودة ومعروفة، لكن اختيار توقيت ضربها ده له علاقة بمعلومات عسكرية بعينها خلال ساعتين ثلاثة؟ لا مش وخلال عشر دقايق. أيوة طبعا بيبقى فيه أولا ده رد، كان لازم يكون فيه ضربة رادعة ورد فعل مهم جدا. اتنين لازم تكون ضربة محكمة علشان ما نضربش حاجة وتطلع في الفراغ. مظبوط مظبوط. طبعا لو امكن طبعا ليه كل التقدير الشيخ سيس، ليه كل التقدير وضربه طبعا يعني هدت الناس شويه وحست ان في قصاص الموضوع ما مرش بلون الكرام، لكن لو كانت ضربات استباقيه قد كان يكون فيها مشكله دوليه في القانون الدولي، قد لا نستطيع ان نقوم بعمليات استباقيه لان القانون الدولي قد لا يسمح لنا بذلك. هي موضوع معقده جدا، بس للاسف ليبيا مليانه بمعسكرات الارهاب، مليانه ب يعني معاقل الارهاب. انا مدركه وفاهمه كويس جدا يعني مشاعر حضرتك، بس في فكره الضربات دي طبعا العسكريين هم اللي بيقدروا يتكلموا فيها. ماذا قال رئيس الوزراء البريطاني تعقيبا على حوادث ارهاب وقتل؟ قال عندما يكون الامن القومي في خطر لا تحدثني عن الحقوق وحقوق الانسان والحريات. اذا تعلق الامر بالامن الوطني وصار في خطر لا تحدثني عن الحقوق والحريات. نعم بشكرك أمبا مكاريوس أسقف المنيا الذي حكى لنا الحكاية طبقا لي يعني الرواية التي سمعها من الأهالي ومن الجرحى. هذه سيارات زي ما بيقول رحلات رعوية إلى دير الأنبا صموئيل في قلب المنيا وفي قلب الصحراء الحقيقة، وان هم طلعوا عليهم الارهابيين باربع عربيات دفع رباعي، نزلوا طبقا لما قالوا ايضا نزلوا الرجال من الاتوبيس وخيروهم بين تغيير الدين وبين الموت على الدين فعلى دينهم، فقتلوا واستشهدوا ويعني اخذت المصائم يعني الصيغة بتاعت الستات أخذوها ومات ضمن أو استشهد ضمن هؤلاء 11 طفل. للأسف الشهداء وصل عددهم ل 29 طبقا لوزارة الصحة. خلوني أذكر أنه النائب العام كان قد أحال منذ عدة أيام 48 متهم بتفجير الكنائس في القاهرة وإسكندرية وطنطا للقضاء العسكري، ودي كانت تحرك مهم جدا لأن احنا
نبتدي نحيل للقضاء العسكري ويبقى فيه تحركات أسرع فيما يعني يختص بالقضاء. العمل مع القضاء العادي يعني أديكوا شايفين الإخوان بيأكلوا ويشربوا ويتخنوا ويعيشوا ويمكن كمان بيخلفوا جوه السجون، لكن التحول بقى للقضاء العسكري هذا تحول مهم جدا، خاصة في بعد احنا عندنا دلوقتي قانون طوارئ، عندنا محاكم أمن دولة طوارئ، وعندنا تحركات بالقانون للقضاء العسكري للمتهمين. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا وهنكمل هذه التغطية المباشرة عن الضربة الجوية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية ثأرا لشهداء الوطن في العمق الليبي بعد أحداث اليوم.